مع تسجيل 82 حالة إصابة مؤخراً بمتحور أوميكرون بالجزائر التي تعرف أيضاً انتشاراً لمتحور دلتا، الخبراء يؤكدون أن سلالة أوميكرون ستكون المسيطرة خلال الأسبوعين القادمين وأن نسبة انتشاره ستتضاعف مع الأيام. في الحقيقة كنا الموجة الرابعة كانت في أواخر ديسمبر كانت بدأت، ولكن في هذا الأسبوع الأخير حدنا تفاقم الحالات يعني بكثرة، ونظن أن في الذروة تاع هذا الموجة الرابعة، وهذا يراجع نظن المتحور الجديد هو أوميكرون اللي مد هذا الانتشار الكبير. وفي الجزائر أوميكرون هو يسود وراح مكان الدلتا يعني في بعض الأسابيع القادمة، وحيسود الأوميكرون ككل بلدان العالم، هو سريع الانتشار، وهذا اللي خلانا نحس بالموجة هذه اليامات يعني بشدة. الخبراء يتوقعون أيضا أنه خلال نهاية الشهر سيتم التحول من الحديث عن دلتا إلى أوميكرون بالنظر إلى المعطيات والأرقام المسجلة في المصالح الاستشفائية. Qu'en est-il en Algérie? À l'heure actuelle, donc, comme je l'ai dit il y a à peu près une dizaine de jours dans une communication téléphonique, le variant Omicron a commencé son infection en Algérie, comme ça a été détecté par l'Institut Pasteur. Et comme l'a dit donc, le professeur Dérard, dans une communication. Donc, dans les semaines à venir, on s'attend à en voir une amplification de cette épidémie. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans le monde, à la mi-décembre, on avait une contamination qui était aux alentours de 700 000 par jour, et actuellement, on est à plus de 3 300 contaminations par jour. أرقام كبيرة سجلتها جل المستشفيات توحي بقلب الموازين وميل الكفة إلى متحور أوميكرون بعد سيطرة سلالة دلتا الخطيرة لعدة أشهر متتالية. كما أكد مسؤول مصالح كوفيد في عديد المستشفيات أن الأرقام في تزايد وأن الحل هو التلقيح واحترام إجراءات الوقاية.